احنا اليوم بنشارك في حملة أبي إقالي انطلقت يوم السبت في مدرسة العدوية الثانوية للبنات. اليوم عندنا أول نشاط راح نكون ثاني نشاط عفوا امبارح كنا بنشاط القصاصات الورقية، اليوم عندنا نشاط بالتعاون مع مدرسة بنات طول كرم الأساسية الابتدائية. اليوم راح تكون عدة نشاطات عندنا، دعينا أولياء الأمور، أولياء أمور الطلبة، الآباء طبعا لأنه الحملة بهدف منها أنه نوطد العلاقة بين الآباء وأبنائهم لأنهم دايما مشغولين عنهم، فحبينا نكسر هذا الحاجز اللي بين الأب وابنه ونقلل الفجوة اللي بينهم. فاليوم الأنشطة اللي عندنا راح تكون أربع نشاطات، أول شيء راح يكون عندنا عرض أغنية لطفلة أنفال، بعدين راح تكون عن الكتاب، بعدين مسرحية عن الكتاب فوائده، ثالث فقرة راح تكون حكواتي مع السيد أبو محمد عمر عمارة، الفقرة الثالثة راح تكون مع أولياء الأمور الطلبة راح يقرأوا قصص لأطفالهم. والله هي الحقيقة القصة اللي أنا ناوي أحكيها للأطفال مش قصة مكتوبة في كتاب، لا، هي القصة عن الوطن، عن فلسطين وكيف كنا في فلسطين وكيف انحبب الطالب في بلده الأساسية، لأنه إحنا هسه موجودين في مخيم طول كرم. مخيم طول كرم مش هو بلدنا الأساس، هذا عبارة عن مكان مؤقت لبينما تتاح لنا الفرصة في العودة إلى الوطن إن شاء الله. ولذلك لازم نعطي صورة للأطفال عن الوطن ونحببهم في هذا الوطن ويكون في عنده شوق واندفاع انه يرجع لهذا الوطن، مش والله قعدنا هون خلص مشايفين وخلص، لا. فهي القصه اللي انا يعني ناوي احكيها للناس. في الكتب قرينا، في الكتب حملة أبي اقرأ لي، عشان يعني احنا خليناها أبي اقرأ لي عشان الأطفال يعني يتعلموا يعني يفهموا شو اللي في الكتب يعني بالأشياء اللي مثل هيك. في أنا يعني بروح على مركز شباب الاجتماعي بتعلم منه، يعني في يعني ست ياسمين تعطينا عربي يعني نتعلم منها القصص يعني إن نفهم يعني شو هي، يعني إحنا نعرف يعني إنه نعرف الكتب يعني ما نكسلش.